وللوقوف أكثر على تطورات الوضع الأمني ينضم إلينا المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي. مرحبا بجنابك سيادة اللواء. إلى أين وصلت التحقيقات بشأن الهجمات، هجمات الكاتيوشا، وهل تم تحديد والأشخاص المتورطين بهذه الهجمات؟ شكرا جزيلا لك وتحية لك ولمشاهدي قناة الفلوجة. بالتأكيد بدأ تحقيق كبير وفتح تحقيق كبير في هذا المجال. هناك جهد فني أيضا اتخذ بعد العثور على المنصات ورفع البصمات ومتابعة من خلال سير التحقيق كثير من الأمور. أيضا هناك عمل كبير اتخذ من قبل قيادة عمليات بغداد وتوجيهات أخرى أيضا وجهت إلى قيادة عمليات بغداد. نحن عازمون على ملاحقة ومطاردة كل من يقوم بهذا العمل. هذا العمل مرفوض خارج سياقات الدولة. أيضا ملتزمون بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، وأيضا ملتزمون بتقديم كل من يقوم بهذا العمل إلى المحاكمة لينال جزاء. نعم، خلال هذا الأسبوع سيادة اللواء، يعني هذا الهجوم لم يكن الأول من نوعه. طبعا اليوم أيضا كان هنالك استهداف في بابل، وخلال العشرة أيام الماضية يعني قرابة 5 استهدافات لقوات التحالف الأمريكي. على ما يدل ازدياد وتوالي هذه الهجمات؟ من لديه القدرة على كل ذلك؟ يعني أيا كان المسميات، نحن كقوات أمنية واجبنا هو تقديم الأمن والأمان إلى كل سواء البعثات الدبلوماسية أو السفارات أو الأهداف الحيوية في البلد. ولذلك نحن مصرون وسوف نقوم بملاحقة ومطاردة من قام بهذا العمل. هذا العمل مرفوض، ومهما كانت الأسباب لن نسمح بأن يكون هناك تأثير في هذا المجال. نعم، نلاحظ أيضا سيادة اللواء أنه هذه الهجمات تتزايد مع قرب يعني 10 أيام على انسحاب القوات القتالية من العراق. هل لديكم مؤشرات على مزيد ربما من الهجمات هذه؟ يعني بالتأكيد احنا يوم امس كان هناك زيارة مهمة الى قاعدة عين الاسد، وكان وفد كبير امني مسؤول عن الحوار الاستراتيجي وكذلك ادارة مخرجات الحوار الاستراتيجي. تم زيارة قاعدة عين الاسد وتم الاطلاع على انه لا توجد اي قوات امنية قتالية في قاعدة عين الاسد، واللي موجودين هم فقط مستشارين. وكذلك ايضا تم زيارة نقاط الدعم اللوجستي، وهذه النقاط هي اللي تقدم التجهيزات والمعدات والمؤن إلى القوات الأمنية العراقية، والتي للأسف يتم استهدافها من قبل الخارجين عن القانون. لذلك نحن الحقيقة نؤكد بأنه لا توجد قوات أمنية قتالية للتحالف الدولي، فقط مستشارين، والقاعدة هي قاعدة عراقية بحتة، وقائدها هو قائد عراقي بحت وبرتبة لواء ركن. ولذلك نحن نؤكد من خلال قناتكم أنه مخرجات الحوار الاستراتيجي تسير وفق ما مخطط لها. طيب، هذا الانسحاب الأول هو بالنسبة لعين الأسد. بعد عين الأسد هل هناك قواعد أخرى سوف يشملها الانسحاب بالتتابع؟ يعني لا توجد لدينا أي الحقيقة مكانات أخرى سوى قاعدة الحرير، وأيضا هناك عمل كبير باتجاه قاعدة الحرير، ولا توجد قوات قتالية في قاعدة الحرير. ولذلك إن شاء الله سوف يتم تطبيق الاتفاق وفق ما مخطط له في 31/12 نهاية كانون الأول. كيف سوف يكون أيضا الدور المقبل للتحالف؟ نتحدث عن دعم، لكن لا نعرف طبيعة هذا الدعم. هل هو دعم بالقوات، دعم يعني عسكري، هل هو دعم استخباراتي؟ كيف سيكون شكله؟ نوع وشكل العلاقة بيننا وبين قوات التحالف الدولي تغيرت من علاقة قتالية إلى علاقة الحقيقة تدريب ورفع القدرات وبناء القدرات والتسليح، وأيضا التعاون في مجال الاستطلاع، في مجال الاستخبارات، فيما يخص التنظيمات الإرهابية وتطوير وإمكانية بناء القوات الأمنية العراقية ورفع قدراتها. وهذا الدور هو مهم جدا، تحتاج القوات الأمنية العراقية من خلال رفع قدراتها عن طريق التدريب، عن طريق التسليح، عن طريق ايضا مشاركه هذا يعني ان يعني الاجهزه الدفاعيه التي تستعملها الان السفاره الامريكيه سوف تبقى على حالها. على سبيل المثال السيرام سوف تحتفظ بها. يعني هذا موضوع هو موضوع خاص بالسفاره الامريكيه، واعتقد انه هذا الموضوع ما له كل علاقه في محور ومخرجات الحوار الاستراتيجي. طب ماذا عن يعني الدعم الجوي، تبادل المعلومات،
الاستخباراتية يعني مع القوات الأمنية العراقية مع البيشمركة؟ هذا بالتأكيد أيضا مستمر من خلال تعاملنا مع قوات التحالف الدولي اللي هي الحقيقة الآن أصبح دورها هو دور تقديم الاستشارة ودور تقديم أيضا المعلومات الاستخبارية والأمنية فيما يخص القوات الأمنية العراقية، وفي حالة احتاجنا إلى ضربات جوية لن يكون إلا عن طريق موافقة قيادة العمليات المشتركة، وهذه أيضا لن تكون إلا عن طريق تقديم طلب، ونحن من نوافق ونحن من نقوم بإعطاء في حالة احتياجنا لهذا النوع من الضربات الجوية الموافقات من أجل تقديم